السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. البنات، ما بقيتش لحقت لكم حتى شي حاجه، عارفين مني كيولي الضغط ديال رمضان وديال وعرفتوا الصيام والخدمه كتولي الضغط عليها، خاص كلشي توجدي العيد، فكما كتبقايش لاقي الوقت للتصوير ولا سميتو ولا المونتاج ديال الفيديوهات ولا شي حاجه. المهم البنات، في هذا الفيديو غادي نوريكم غير شي موديلات خدمتهم وبغيت نشاركهم معكم حتى نتوما تستافدوا منهم، علاش لا، اللي عنده شي تويب. المهم التواب هذا راه غير ملحف جابوه ليا انا، زواقته شويه بشكل، يعني الزواقه ديالو شو البنات، جات الزواقه ديالو عند واحد الخط بحال هكا، يعني جا فيه واحد الخط، ولكن البنات انا مني جات لي المراه الملحف ديالها وقالت لي خرجي لي جوج بيجامات، فانا قلتها لا، قلت لها شوفي راه الملحف فيه الزواقه، وهاد الزواقه يعني الا بغيت نديرها الوسط، يعني نخدم عليها باش نجيبها هكا الوسط هنا مقاده الوسط، راه غيضيع عليا الثوب، ما غيخرجش لي جوج، غيضيع. الا بغيتي نخدم لك جوج فهاد الزواقه هذه فما كانت غادي نخدمها. المهم ردوا البال هاد القضيه حتى نتوما تعرفوا كيفاش تهضروا مع الكليانات ديالكم. المهم انا قلتها لها، قالت لي صافي ماشي مشكل، قالت لي المهم خرجي لنا جوج بيجامات، وهما تزرفوا في التوب خداو وما عرفوش، شافوا غير في التصويره هاد الملاحف البنات، شافوا غير في التصويره ما فهموا والو، حتى وصلهم من وصلهم ما قفلوا والو فيه. المهم البنات بصراحه ما عجبهمش ملي جاهم مباشره، ما عجبهمش ملي شافوه في الفيديو في التصاور عجبهم، ولكن ملي جابوه لي مباشره ما عجبهمش، ولكن ما عندهم ما يديروا حيت هما اللي دومونداو عليه. المهم انا حاولت نفركسو ليهم شويه، انتم البنات اش درت ليها الدونتيل، هاد الدونتيل ما كتبان، انتم البنات الدونتيل راه ديجا خدمت بها الدونتيل وشاط ليا وخدمت وركبتو لهاد الكندور هادي ودرت بابيو هنا، الكول مربع، انتم البنات مربع. بالنسبه للكميمات هما بحال ما هكا جات، درت هاد الطريقه البنات كتجي زوينه، كديروا تكفيفه كبيره، شفتوا البنات كديروا تكفيفه كبيره عاد كتلصقوا الدونتيل هنا، كيجي مخالف على انك تلصقي الدونتيل هنا. وشوفوا لي البنات هاد القنيطيره هادي كيفاش خدمتها، درت لها الدونتيل العريض، شوف البنات هاد الدونتيل العريض كيف ما شفتوا، هاد الكول هذا خدمت هاد القطعه ديال الثوب ودرت فيها السطيفات، فكتجي بحال مخدومه فيها سميتو، انتما كتجي فهاد الطريقه هادي. المهم انا راه كبيره عليا هادي مولاتها شويه تبارك الله عريضه، هنايا بالنسبه للدونتيل درتو العيا خفيف بحال هكا، الكول راه كيجي البنات الكول كيجي مجموع، بالنسبه للعيال الكبار كنحاول نجمع ليهم الكول شويه، يعني كندير غير 11 سنتيم وحتى هنا ما كان 6 سنتيم، خلي على هنا كندير 7 سنتيم، ولكن هنا ملي كنبغي ندخل هاد الدخله هادي هنا كندير غير 6 سنتيم من هنا باش ما يجيش عريان ليهم بزاف، وكنزل 11 سنتيم. بالنسبه لهاد الشكل البنات فانا درته غير خفيف، يعني خذوا فكره على هادي، كندير غير شويه لاستيك هنا وشويه لاستيك هنا وشويه لاستيك هنا، وكندير كيخلي عندي يكون كيتواتى على حساب الثوب. ما كانش عندي كنشري لي دوك الحجيرات اللي كيتباعوا كبار بحال هكا، كيجيو مزيانين، ممكن تخدمي وكتجي خفيفه، اللي كيقول بحال هكا اللي كتجيب شي ملحف كتقول لي بغيتي غير شي خدمه خفيفه، فهكا كندير ليها كتقول لي ما باغاش نخسر عليه الفلوس. شوف البنات هذه بالنسبه لهذا الموديل، هذا خفيف هذا بحال هكا، انتم هذه راه جات قدي انا، هذه اللي جات في عباري، اما ديك راه جاوا لي كبار، شوف جات خفيفه، جات كميم ما درت لهم حتى شي حاجه، تقدروا حتى الكميم ديروا لهم لاستيك هنا وديروا فيهم هذاك العقيق اللي غتركبوه هنا كتركبوه هنا. البنات شوفوا لي هذه، المهم البنات انا غنكمل الفيديو حيت كنت باديه وكنكملو، ودابا الصوت ماشي ليا، ضربني البرد القرشه طاش الصوت مشى، بغيت نكمل لكم الفيديو ولكن هاد الحاجات اللي خدمت من ورا هادوك. انتم البنات هاد الكدوره درت فيها غير لاستيك هنا ودرت هاد خدمت بيه بزاف هاد الاحام البنات، هاد لي زيستراس ديال البلاستيك كتاخدي مترو 260 وما عادش شحال، ولا تعاد كتاخدي كاع جوج مترو يكون عندك، كتبقاي تقطعي جوج وتبقاي تخدمي بيهم. البنات يعني كيجيو ساهلين، كي
كيجيو ساهلين وفي نفس الوقت انيقين في اللبسه ديالهم. غير المهم هي الفصاله تكون مزيانه البنات. هانتوما نصف الكمي درت لك مولات راه غليط عليا انا شويه عندها الدراع ليا وعامره عليا غادي تلبسها انا راه شويه عريض عليا هانتوما بالنسبه للكتاف كدي شويه ولكن هذا هو المنتج. هذا شفت حتى الزواق ديالو زوين هذا الملحف فيه الصاري اللي تحلو بعدي كانت ورا ندوز هذا الملحف دايره فيه جوج كنادر انا لبس لكم الثانيه. شوف الناس بالنسبه للنصف الثاني ديال الملحف درت لكم دائري ودوزت هذوك لي زيت لي ستراس هنا درت البابيون بحال هكا. بالنسبه للكمين درتهم غير عاديين ما درتش فيهم ديك عاديين ودرت كفيفه ودرت لي زيت ستراس هنا. البنات يعني من الاحسن ملي تبغيو تفصلوا الملحف فصلوه هو مشروك مع بعضياتو كتعرفوا كيفاش تخرجوا الفصاله لتحت 45 في الجلال. الا قطعتوا الملحف وفصلتوا بالنص بالنص ما كتجيكمش 45 كتجيكم غير 40 تقريبا باش كتخليو الكمي. الا في شرك شو الكمي الا فصلتوا الملحف كيف ما كنوريكم كتخرج لكم حيت كيخرج لكم 45 في الجلال يعني كتخرج لي فازي لتحت. هو الصوت البنات راه ماشي سبابي هو عصير بارد شربته بارد مشى ليا الصوت. هذا النص الثاني ديال الملحف اللي شاركت معكم في الاول درت لي دونتيل احمر. هاد النص الثاني درت لي بحال هكا درت هاد القطعه ديال الثوب ودرت درت لي بالفرفاره درت بليات بالثوب درت بليات بالثوب ودرت دوزت لي زيستراس. المهم البنات الكاميرا ما عارفين نتوما هاد لي زيستراس راه شويه كيبريو يعني كيبانوا زوين احسن من في الكاميرا هكا. بالنسبه لكم ما حتى ما درت لهم هذوك البليات ودرت لي زيستراس نت كنتمنى هما اليوم يجيهم كيف ما بغاوهم كيف ما تمناهم ونتمنى حتى نتوما يعجبوكم. من باقي لي واحد الملحف غنقيس لكم. شوفوا لي البنات هاد الكانتوره هادي درت فيها القطعه لتحت والقطعه جهه الصدر يعني حدا التركيز والزيت اللي زدت فيها البنات درت فيها الكشكشه غير جهه التركيز والفصاله لتحت راها عاديه ما جاتش عريضه البنات وجات في لبسه مولاتها جاتها زوينه. من بعد ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش فصلتها وخيطتها. المهم خذوا فكره عليها دابا. البنات بالنسبه للثمن باش خدمت هاد البياسات يعني جابوا لي مالي بالثوب باش خدمت منهم ما بين 50 درهم و 40 درهم يعني كل بيسه. كاين البيسه اللي خدمتها بحال هادي 40 درهم حيت هاد الطونطيل غير شويه ما درتوش ليها في الكمايم وداكشي غير شويه كان عندي شايط ليا درتها ب 40 درهم يعني ساهله شويه بلاستيك وميسره في الخدمه. بالنسبه لي فيهم بابيون فيهم لي زيستراس وفيهم هذيك البليات هنا ب 50 درهم باش شديتهم من عندهم. المهم هذا هو الثمن باش شديتو. المهم بالنسبة للكانتوار اللي شاركت معكم اللولة اللي فيها الطونطيل عريض وفيها هاديك بلاصة الصدف في هاديك البنات كتقدري تخدمها ما بين 80 درهم حتى 90 درهم حيت الطونطيل البنات غالي وعاد الصطيفات وفيها الخدمة يعني فيها الخدمة ممكن كتكوني 90 درهم تقدري تخدمها ب 80 درهم. هذا هو الثمن باش كنخدمهم انايا ومعطيتكم معلومات على باش كنخدمهم حيت بزاف ملي كندير لكم فيديو كتسولوني بشحال خدمتيها بشحال نشدها بشحال نخدمها. حاولت دابا نقول لكم بشحال انا ولكن راه نتوما كما كنقول لكم ديما نتوما على حساب
يعني على حسب المنطقه اللي نتوما فيها والثمن باش كتخدم باش كيخدموا الكليانات الخياطات اللي حداكم. صافي البنات، هذا الفيديو ديال اليوم غنقول لكم راه سهله، نتمنى من الله يعجبكم يكون خفيف على قلوبكم. ما تنسونيش من لايك اشتراك في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش. هنا نقول لكم بالسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.